يا خالي قال كوني مجرم يزون سحابة امشي سحابة الغمام إليك بارفع يدي وادعي ومنك الإجابة من يطلبك ما يضام لعلت للناس باب العفو باب الإنابة للناس في كل سلام تغسل ذنوبك ما غسلت ناس من ذيابه لمن سعى باهتمام وزار الارحام وتصفح معاني كتابه سبح بليله وقام ودى الصلاه في جماعه في طهاره ثيابه وضوئي صابغ وتام واخرج على قناة عدنان الرازحي للإنتاج الفني.